الشيء التاني اللي بدنا نتعلمه اليوم هو number of mole of ions. مثل ما حسبنا number of mole of atom, مثل ما حسبنا number of mole of molecule, أكيد كمان الأيون له number of mole. طيب كيف نحسب number of mole of ions؟ The number of mole of ions is calculated using the dissociation أو الاسم تاني ionization equation of the ionic compound and their ions, for example. يعني أول خطوة لأحسب number of mole of ion بدي اكتب له dissociation أو ionization equation. كيف ionization equation بتساعدني لأحسب number of mole of ion؟ طبعا NaCl مش ion, NaCl هو ionic compound. Na plus والCl minus هن الأيونز اللي أنا هلا بدي أتعلم كيف أحسب له number of moles. لأن أول step إنه أكتب dissociation equation صحيحة. مثلا خدوا الصوديوم كلورايد كومباوند, دوبناه بقلب الماء بيتفكك لأصله, يرجع يتحول ل Na plus Cl minus. Na وحدة هيدي Na وحدة, Cl وحدة كمان Cl وحدة, يعني هون كأنه عندي 1 وهون كأنه عندي 1, هون كأنه عندي 1. طيب الخطوة اللي بعدها بعد ما كتبت dissociation equation انه اشتغل على الماكروسكوبك سكيل اللي هو مول. هون عندي 1 مول, هون عندي 1 يعني 1 مول, هون عندي 1 يعني 1 مول of NaCl تعطيني 1 مول of Na plus and 1 مول of Cl minus. طيب برجع أنا ساعتها بحط any number of mole of NaCl بيعطيني n number of mole of Na plus و n number of mole of Cl minus. طبعا هيدي ما بتنشرح إلا من خلال قاعدة, إلا من خلال example. بس شو بنستفيد, كيف نشتغل عليه؟ لو افترض أنا أعطيكم number of mole ل NaCl وكتبتوا dissociation equation, قاعدة بتقول إنه أنا بيجي باخد هيدي وهيدي 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 لطلع number of mole ل Na plus, بعمل لك cross multiplication. يعني كيف؟ يعني بتصير number of mole لل Na plus اللي هو الأيون بتساوي 1 مول ضرب number of mole لل NaCl على 1. بتصير هيك. أنا هدفي من كل الشغل هيدا طلع number of mole ل Na plus, فبيجي باخد معلومات اللي إلها علاقة بال NaCl, باخد معلومات اللي إلها علاقة بال Na plus من دون ما التفت لل Cl minus. بدي أخد بس two items, two things. طيب عندي 1 مول ونمبر أوف مول ل NaCl, عندي 1 مول ونمبر أوف مول ل Na plus, فصارت ال Na plus بتساوي 1 times the number of mole لل NaCl على 1. هي بنكتبها بهاي الطريقة, بنعمل كريس كروس بنكتبها بهاي الطريقة. نفس الشيء إذا أنا هدفي أجيب النمبر أوف مول للسي ال ماينس, باخد هيدول مع المعلومات اللي بتتعلق بال NaCl مع هيدول, يعني 1 مول على N نمبر أوف مول ل NaCl و 1 مول على نمبر أوف مول للسي ال ماينس, بعمل كريس cross multiplication. فبتصير number of mole للCl minus بتساوي 1 times number of mole لNaCl على 1. هي number of mole للCl minus بتساوي number of mole لNaCl ضرب 1 على 1. هنطبق عليها application عشان تصير أوضح. calculate the number of mole ions of ions in 2 moles of Na2S. عنا الionic compound Na2S, قال لي هيدا ال Na2S في عندي منه 2 مول, هاي الكمية اللي عم بشتغل عليها, هاي السامبل تاعت, بدي من احسب قديش هو number of mole of ions, مش للcompound, بدي احسب number of mole للions الموجودين بهيدا السامبل. قلنا اول step انه اكتب dissociation equation للionic compound اللي هو Na2S. نكتب Na2S لشو بدها تتفكك؟ الـ Na والـ S. الـ Na ion هو Na plus,
ال S هو S2 minus Na plus و S2 minus. طيب بدنا نلتفت انه هون Na 2 يعني عندي 2 ions of Na، فهون لتصير البالانس مظبوطة بدي احط coefficient 2. ال S عندي 1S فما رح تفرق، رح خليها ل coefficient 1. الخطوة اللي بعدها انه انا احدد ال number of mole اللي موجود بهيدي ال equation. هون في عندي 1، هون في عندي 2، هون في عندي 1، فرح نحط 1 مول of Na2S تعطينا 2 مول of Na plus plus 1 مول of S2 minus. أنا بعدني ما جبت، ما استعملت ال given اللي هو 2 مول اللي عطيني إياه بالسؤال، ما استعملت شي، بس أخذت ال ionic compound فككته وعديت حسب عديت المولز حسب الماكروسكوبيك سكيل، حسب الرقم الموجود هون. هون 1 مول، هون 2 مول، هون 1 مول. هيدي 1 مول of Na2S، هيدي 2 مول of Na+، هيدي 1 مول of S2-. نجي للشغل اللي مطلوب مني بالسؤال هلا. قديش عطيني number of مول او شو الجيفن اللي معي بدي احطه بالسطر الثاني. انا بالجيفن عطيني 2 مولز of Na2 S، عطيني number of mole لل Na2S، فكل شيء given رح حطه بالسطر اللي بعده. عطيني 2 mole of Na2S بس طالب مني ما عطيني number of mole ل Na+، ما عطيني number of mole ل S2-. هيدول number of moles مطلوب مني جيبهم بالسؤال. كيف بدي جيبهم؟ على طريقة الكريس كروس مثل. قلنا أول طريقة، أول خطوة اكتب dissociation equation بشكل صحيح وتكون balanced. تاني خطوة انه عد المولز حسب الماكروسكوبيك سكيل. المول هن الرقم الموجود قدام كل element من هون او كل حدا بقلب الاكويشن. هون في 1 مول، هون في 2 مول، هون في 1 مول. الخطوة اللي بعدها انه حط الجيفن الموجود اول الشيء اللي مطلوب منه، يعني الجيفن هون في 2 مولز of Na2S، حطيته هيدا ال Na2S في عندي 2 مول. طيب واللي مطلوب مني اعمله انه to calculate the number of mole of ions. هيدول ال ions مطلوب مني جيب ال number of mole ل Na plus، number of mole ل S2 minus. حبلش بال Na plus، رح اخد هيدي مع هيدي، هيدي وهيدي. شو رح اعمل؟ رح اعمل كريس كروس multiplication. مطلوب جيب ال number of mole ل Na plus، فهي بتساوي 2 times 2 over 1. بيطلع عندي الجواب number of mole ل Na plus بتساوي، حأرجع عيدها، نحن أخذنا هولي بس 1 مول 2 مول 2 مول و N، number of mole لل Na plus اللي أنا مطلوب مني جيبها أعمل cross multiplication 2 times 2 over 1 تطلع 4 مول ions of Na plus. نجي بدنا نحسب هلا number of mole للآيون الثاني الS2 minus. كمان بدي اخد المعلومات اللي لها علاقة بالS2 minus مع حدا تاني، يا اما بخدم على Na2S يا اما بخدم على Na plus، بس اهم شيء انه استعمل ارقام بشكل صحيح واعمل كريس كروس بشكل صحيح. طيب انا رح اخد معلومات الS2 minus مع معلومات ال Na2S، يعني 1 مول 2 مول 1 مول و N للS2 minus. بدي جيب ال N للS2 minus بعمل كريس كروس multiplication 1 times 2 over 1 بتصير number of mole للS2 minus، حرجع عيد ال number of mole للS2 minus 1 times 2 over 1 بتطلع 2 mole of S2 minus ions. طيب هنرجع نعيد نفس الشغل كمان بـ application 10. calculate the number، أو خلينا اوكي